ثم إن هنا تنبيها، وهو الحذر، كل الحذر من دعاة الفتنة، سواء كانوا أشخاصاً أم قنوات فضائية أم صفحات في وسائل التواصل أو جماعات أو أحزاب أو ما شابه ذلك. الحذر من دعاة الفتن. اسمع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة كما في الصحيحين قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وفيه دخن. قيل: وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير الذي به دخن شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. انظر، ابن بطال رحمه الله كما في فتح الباري قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في من قبل هؤلاء، قال: تعرف منهم وتنكر. أما هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، لم يقل بهذا، فدل على تعظيم التحذير من هؤلاء. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك ماذا أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر الحرص، كل الحرص منه صلى الله عليه وآله وسلم عند دعاة الفتن وعند حضور الفتن بلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم.